من الرمال، كل ذلك في عام واحد، وهو ما يؤكد على قدرة الإنسان المصري على تحدي الصعاب وتحقيق المستحيل. ولإنجاز ذلك المشروع وفقا للمخطط الزمني الضاغط الذي حدده السيد رئيس الجمهورية ووعد به العالم، كان ينبغي أن تكون وراءه قيادة حكيمة حازمة ومستديرة توفر كافة السبل والإمكانيات، على رأسها معالي الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، وهو ما أهل سيادته لنيل العديد من الجوائز العالمية، نذكر منها جائزة شخصية العام 2014 من المنظمة البحرية الدولية IMO، جائزة شخصية العام 2014 من منظمة سي تريد البحرية العالمية، جائزة مشروع العام 2015 من International Standards Award، جائزة شخصية العام 2017 في مجال النقل واللوجستيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. والآن مع كلمة معالي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصالة عن نفسي بالنيابة عن جميع العاملين في هيئة قناة السويس، بنرحب معالي وزير الصحة الدكتورة هالة زايد في هيئة قناة السويس، ونرحب بمعالي الوزير حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ونرحب بالسادة الضيوف، ونرحب بالسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس. الحقيقة النهاردة يعني أنا بعتبره يوم تاريخي في تاريخ مصر وليس تاريخ قناة السويس، لأن اللي بيحصل ده يعني رؤية ما كانتش موجودة قبل كده. الرؤية دي على رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تراءى له أن صحة الإنسان المصري هي عمود الفقري لحياة مصر وللاقتصاد القومي المصري. فإحنا بنشكره بالنيابة عنكم إنه على هذا التوجه، إن شاء الله التوجه ده يأتي بثماره ونحصل على مصريين أصحاء في المستقبل القريب والقريب العاجل إن شاء الله. احنا في قناة السويس سعداء ان احنا بنشارك في الحملة سواء بالافراد او بالامكانيات، لان دي امكانيات مسخرة للدولة المصرية. قناة السويس قناة مصرية، قناة السويس حفرت لما كانت تعداد مصر 4.5 مليون نسمة، شارك في الحفر على مدى 10 سنوات مليون نسمة، مليون مصري من اصل 4.5 مليون مصري حفروا قناة السويس بسواعدهم واظافرهم ودمهم ونوحهم يصنعوا شريان الحياة ليس لمصر فقط ولكن للعالم أجمع. الفترة الأخيرة تراءى لنا أن احنا نحسن من إمكانيات قناة السويس عشان تكون قادرة على استيعاب حركة الملاحة العالمية، وفي نفس الوقت على إبحار السفن العملاقة داخل قناة السويس واختصار زمن الإبحار داخل قناة السويس. فعملنا قناة السويس الجديدة، وبقينا قناة حياة، بدأنا نعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. لم أطيل عليكم، لكن احنا بننتهز الفرصة ان احنا نتلاقوا على اخر موقف بالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي هيكون فيها حياة، ان احنا بنعيش في 6.5% من مساحة مصر، فاحنا عايزين نجذب السكان يعيشوا في هذه المنطقة. عشان يعيشوا في هذه المنطقة لازم نخلق لهم حياة مجتمعية وحياة صحية وتعليمية وكل أنواع ومصادر الحياة، وده اللي بيحصل في المشروع. نفس الوقت إن احنا عندنا 25,000 عامل وموظف في هيئة قناة السويس كلهم مصريين، ما همش أجنبي واحد. وزارة الصحة مش بتتأخر عننا في أي حاجة ولن تتأخر عننا في أي حاجة، إن احنا نحافظ على حياة المصريين في هذه المنطقة في أحسن حال بإذن الله تعالى. فهننتهز هذه الفرصة ونعرض على حضراتكم موقف المنطقة الاقتصادية دلوقتي ايه فكرة القناة الجديدة، وهنختتم بفيلم عن المصريين هم بيمولوا قناة السويس، وبعدين معالي الوزير هتستأذن في رحلتها، واستأذن حضرتك ان احنا يعني هنترك لحضرتك كل الحرية انك تقولي كل الملاحظات، هنسيبك يعني مع المجموعة بتاعتك، اللي احنا عايزين الاحسن، ولو في ملحوظة احنا هنغطيها في التو وفي الحال، لأن الملحوظة دي لصالح
المصريين وصالح الشعب المصري، وسوف يذكرك الشعب المصري دائما بالخير على هذه المهمة الصعبة ولكن تدريها بكل الاقتدار. فكل التوفيق وكل الحب والاحترام من هديك تحيات العاملين في قناة السويس. استاذنك في ان احنا نبدأ العرض التقديم. شكرا لك. والقاهرة شرق الإسماعيلية منطقة تنموية
حيث هذه التكنولوجيا نطقم بلا قسم مع تلك كلها. منطقة تنموية ذات موقع مميز بين الدلتا ومدينة العاشر من رمضان، تفتح الباب لطاقات صغار المستثمرين في مختلف الصناعات. إن هذا أن تصبح المنطقة الاقتصادية قبلة المستثمرين الأولى في العالم، كونها ناصية العالم وبوابة إفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن السوق الاستهلاكي الداخلي الضخم الذي يقارب 100 مليون نسمة. فكان لابد من إجراءات جريئة وحوافز استثمارية تنافسية لتحقيق الهدف. نقطة اتصال واحدة لتسهيل إنجاز الإجراءات والتراخيص، وفرنا خدمات اللوجستية بأسعار تنافسية. تم تخفيض رسوم الخدمات البحرية بنسبة تصل إلى 50% في موانئ المنطقة، مما زاد من حركة المرور بنسب عالية. توفير العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة في السوق الدولية من أهم أولوياتنا. لذلك يجري إنشاء مراكز التدريب على أحدث النظم بالشراكة مع شركة سيمنز الألمانية وشركات أخرى لتدريب العمالة المصرية. بنية تحتية متكاملة، محطة تحلية المياه ومحطة كهرباء بطاقة عالية، توفير طاقة جديدة ومتجددة صديقة للبيئة، شبكة طرق برية وجوية وخطوط سكك حديدية بمواصفات عالمية، إنشاء العديد من التباني مثل كوبري نصر العائم بسهولة النقل البري بين ضفة القناة. وكان المشروع الضخم على مستوى العالم الذي يهدف إلى تسهيل الحركة التجارية في المنطقة 4 أنفاق عملاقة أوفرت بآيات مصرية خالصة. نفقان في الإسماعيلية على عمق 30 مترا تحت سطح قناة السويس الجديدة لربط مدن القناة بسيناء ليصل وقت الرحلة إلى 15 دقيقة. ونفقان لربط شرق وغرب بورسعيد لسهولة تداول البضائع والنقل. بين قيادة سياسية واعية لديها رؤية وتحدي وإدارة للمنطقة تجوب العالم لجذب الاستثمارات يتحقق الهدف. شراكات تجارية مع كبرى الدول الصناعية، شراكة مع الصين، تيلا الصناعية مدينة صناعية متكاملة تمتزج فيها التكنولوجيا الصينية مع العقول المصرية، ملحق بها مدينة سكنية متكاملة الخدمات، أحد أكبر المصانع العالمية في إنتاج الفايبر جلاس. أدرج مصر ضمن الترتيب العالمي ويصدر 90% من إنتاجه للخارج. وتضم روسيا لقطار التنمية المصرية بإنشاء منطقة صناعية روسية بصناعة لوجستية متعددة على مساحة 5 كيلومتر في شرق بورسعيد باستثمارات 7 مليار دولار. وتدور على كل إنجازات شراكات مع أكبر الشركات العالمية لضخ استثمارات تنعش الاقتصاد المصري وتخلق فرص عمل كبيرة. ومن الليل السفنة تعود مرسيدس لتطل على العالم على مساحة 50,000 متر مربع لإنشاء أكبر مركز لوجستي للتوزيع في المنطقة. ومن هنا يسطع نجم مدينة الألمانية حيث شارك مع البربرية لإنشاء أحدث 5 مصانع عالمية. أما المستثمر المصري شريكنا دائم فهو الأولى بالرعاية. اليوم يحصل على كافة التسهيلات ليكون أول المطورين لهذه المنطقة البكر الغنية بالفرص والإمكانيات. شباب مستثمرين، دروس تعمل بلا توقف لدفع قاطرة التنمية وإنجاح الاقتصاد. كل التيسيرات نقدمها لهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هدفنا مجتمع صناعي تنموي متكامل يوفر أكثر من 1,000,000 فرصة عمل. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. القرار المصري، التخطيط المصري، التنفيذ المصري بمعايير عالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أكرر الترحيب بتشريف معالي وزيرة الصحة ومعالي محافظ الإسماعيلية في هيئة قناة السويس. اسمحوا لي في السلايدز اللي جاية أكلم حضراتكم سريعا
على قناة السويس الجديدة. بس قبل ما أبدأ مع حضراتكم، الصورة دي بتحكي تاريخ قناة السويس، تاريخ كفاح مشرف منذ افتتاح قناة السويس الجديد الأم للملاحة في القرن 19، واللي بتعكسها الصورة على يمين حضراتكم لحظة افتتاح قناة السويس الأم، والصورة الأخرى لحظة افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015. قناة السويس الأم عند افتتاحها كان عمق قناة السويس لا يتجاوز 8 متر، الحمد لله احنا وصلنا دلوقتي لأكثر من 24 متر، وعرض لكل قناة بيزيد عن 400 متر. وأيضا دي بعض الصور لقناة السويس الجديدة بعد افتتاحها وتشغيلها. قناة السويس الجديدة كان طول عمرها حلم المصريين، ولكن بعد أغسطس 2015 أصبح واقع على الأرض الحمد لله، وإن شاء الله حضراتكم تشوفوا النهاردة على الطبيعة. قناة السويس الجديدة شريان من شرايين الخير للاقتصاد القومي المصري، مش بس لمصر وللعالم أجمع. قناة السويس الجديدة منذ لحظة تشغيلها وقناة السويس بتحقق إيرادات وأرقام غير مسبوقة في تاريخ قناة السويس. الحمد لله احنا في السنة المالية 17-18 حققنا زيادة 600 مليون دولار عن السنة الماضية، نفس السنة المالية الماضية 16-17، وحققنا زيادة بالجنيه المصري 25.5 مليار جنيه. متوقعين على نهاية هذا العام إن شاء الله نصل إلى ونكسر حاجز 6 مليار دولار، وده رقم لم تصل إليه إيرادات قناة السويس من قبل. أعداد السفن في زيادة، الحمد لله نجحنا في اكتساب خطوط ملاحية لم تكن تعبر قناة السويس، بدأت تعبر في قناة السويس الأم وقناة السويس الجديدة بعد زيادة الأعماق. الصورة اللي قدام حضراتكم دي قصة نجاح لوحديها لقناة السويس الأم، ده واحد من أكبر حفارات البترول اللي في العالم اللي عدت قناة السويس الجديدة في الفترة الأخيرة، وكان بيشرف عليها من اللحظة الأولى سيادة الفريق. الحفار ده ما كانش يقدر يعدي في قناة السويس الأم إلا لما نصل للأعماق اللي احنا وصلنا لها حاليا في قناة السويس الجديدة وقناة السويس الأم. الحفار ده عشان كنا نعديه قبل كده في قناة السويس الأم كان لازم يتجزأ إلى أجزاء، وبعدين بيتم يعني مروره في قناة السويس وإعادة تجميعه، وبالتالي كان مكلف جدا على ملاك السفن اللي بتملك هذه النوعية من الحفارات، فكان بيدور على مسارات بديلة. مع التطوير الشامل في قناة السويس عدى زي ما حضراتكم شايفين محمول على سفينة، وإدانا إيرادات تجاوزت المليون دولار في رحلة عبور واحدة. ارتفاعه لوحده كان 65 متر، وارتفاع كوبري السلام اللي وراه ده 68 متر، ودي كانت لحظة من لحظات النجاح اللي حققتها قناة السويس الجديدة، بالإضافة للإيرادات اللي قلت لحضراتكم عليها، واللي إن شاء الله ستشهد طفرة غير مسبوقة أيضا مع نهاية هذا العام. سريعا هتناول مع حضراتكم إيه هي قناة السويس الجديدة، وإيه الوضع في قناة السويس لو ما كناش بنمتلك قناة السويس الجديدة حاليا، وبعد نظر القيادة السياسية في إصرارها على امتلاكنا قناة السويس الجديدة في أقل من عام، حتى نستطيع أن احنا نحافظ على مكانة قناة السويس كأهم مجرى ملاحي عالمي. لو قلنا قناة السويس الجديدة في أرقام، طول قناة السويس الجديدة 72 كيلو، وصلنا لعمق 24 متر حتى نستطيع أن نستوعب سفن حتى غطس 66 قدم، ودي مش بتستوعب السفن الحالية ولكن الأجيال المستقبلية من سفن الحاويات العملاقة اللي لسه هيفكروا في إنشائها لمدة 10 سنين قادمة. كميات الحفر الجاف والحفر بالتكريك وكميات التكريك تتجاوزت حوالي النص مليار متر مكعب من الرمال، وده حوالي 100 مرة حجم الهرم الأكبر و10 مرات حجم السد العالي. أيضا نجحنا في تشغيل 45 كراكة على مستوى العالم كانوا شغالين في قناة السويس، ودول كانوا بيمثلوا 75% من طاقة التكريك في العالم. والحمد لله جميع العاملين في المشروع اللي تجاوزوا حوالي 50,000 عامل لم نسجل حالة إصابة واحدة، لارتباطنا بالالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية والتأمين الرائع من القوات المسلحة. مشروع ده أضخم مشروع تكريك في العالم، مشروع منذ إعطاء سيادة الرئيس إشارة البدء في أغسطس 2014 حتى الانتهاء وافتتاح في أغسطس 2015 ما توقفش لحظة واحدة، وأنهيناه في سنة إلا 11 يوم. اللي قدام حضراتكم باللون الأزرق دي قناة السويس الأم، ولا باللون الأحمر قناة السويس الجديدة. في الاتجاه اللي بالسهم الأحمر أنا متجه جنوبا للبحر الأحمر، واللي بالسهم الأزرق أنا متجه شمالا إلى البحر المتوسط. عايز أقول لحضراتكم السؤال اللي كنا دايما بنسأله لأنفسنا، لو ما كانش عندنا قناة السويس الجديدة كان الوضع هيبقى إيه دلوقتي؟ اللي قدام حضراتكم ده الوضع اللي كان هيبقى موجود لو ما كانش عندنا قناة السويس الجديدة. كان هيبقى عندنا ثلاث قوافل بيعدوا في قناة السويس الأم في مجرى ملاحي وحيد. قفلتين بيجوا من الشمال، دي واحدة منهم، دي قفلة الشمال الأولى، وقفلة بتيجي من الجنوب. قفلة الشمال الأولى ما كانش مسموح تعدي من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر مرور مباشر إلا لما تفضي المجرى الملاحي بالكامل وتقف على جانبي المجرى الملاحي في منطقة البحيرات ومنطقة البلاح لقفلة الشمال الثانية.
احنا بنعمل كده لان ما عنديش غير مجرى ملاحي واحد، لازم اوسع الطريق لقافله الجنوب اللي جايه من البحر الاحمر متوجهه الى البحر المتوسط واللي هبان قدام حضراتكم دلوقتي. دي قافله الجنوب بتعدي من البحر الاحمر للبحر المتوسط في رحله مرور مباشر لمده 11 ساعه. قافلتين الشمال بيقفوا في اماكن الانتظار لمده 11 ساعه كامله بدون حركه لغايه ما تعبر قافله الجنوب، وبالتالي بتصل زمن الرحله لقوافل الشمال ل 22 ساعه منهم 11 ساعه توقف تام. مع مرور المركب اخر مركب في قافله الجنوب بتبدا المراكب منتظره ترجع في قافله الشمال لتعبر الى البحر من البحر المتوسط للبحر الاحمر. التحديات اللي كانت بتواجهنا لو ما كانش عندنا قناه السويس الجديده، اوقف مراكب لمده 11 ساعه، تكلفه كبيره جدا على ملاك السفن، وانخفاض اسعار البترول الفتره اللي فاتت كان سهل جدا يسيبوا قناه السويس. بدل ما تزيد ايرادات قناه السويس كانت هتنخفض وكنا نبدا نخسر عمله. التحدي الثاني اللي كان بيواجهني وهو الاعماق المحدوده في قناه السويس الام، ما كانتش بتقدر تستوعب كل السفن العملاقه. التحدي الثالث اللي كان بيقابلني في قناه السويس وجود قناه واحده كان بيسمح لي بمرور حد اقصى 50 سفينه في اليوم. مع نمو حجم التجاره العالميه ومشروع زي مشروع التنميه والوصول ل 100 سفينه متوسط في 2023، معظم تلك السفن ما كانتش هتعدي في قناه السويس لان هيحصل عندي ازدحام شديد جدا في مجرى ملاحي واحد. والتحدي الاخير طبعا الامان الملاحي، اعتماد على مجرى ملاحي واحد بعطله سفينه ممكن تقفل المجرى الملاحي وتتوقف الملاحه في القناه لغايه ما نبدا نعالج المشكله دي، وده كان بيخفض من تصنيفنا جدا قدام القنوات الملاحيه المنافسه، وان احنا نحافظ على مكانتنا كاهم مجرى ملاحي عالمي. بعد امتلاكنا قناه السويس الجديده ده الوضع اللي قدام حضراتكم حاليا. اصبح عندي قافلتين بس، قافله شمال وقافله جنوب، الاثنين بيعدوا مع بعض في نفس اللحظه في قناتين، في قناه السويس الام وقناه السويس الجديده. اللي تحت دي قافله الشمال اللي جايه من البحر المتوسط للبحر الاحمر، واللي فوق قافله الجنوب اللي جايه من البحر الاحمر للبحر المتوسط. المرور زي ما حضراتكم شايفين مرور سلس، ما عادش فيه توقف تماما الا في حالات الطوارئ في منطقه البحيرات. ولما نقترب من منطقه الانتظار اللي كانت قافله الشمال بتسيب المجرى الملاحي وبتقف على جانبي القناه، هتلاحظوا حضراتكم ان في مرور مباشر وسلس جدا وبدون توقف في تلك المنطقه. وفرنا 11 ساعه انتظار ما كانش لها اي مردود مالي على ملاك السفن. عملنا ازدواجيه في المجرى الملاحي، زودنا قدرتنا على استيعاب اكثر من 100 سفينه، زودنا اعماقنا لاستقبال الاجيال القادمه من السفن، عملنا امام ملاحي لو عطلت سفينه في مجرى ملاحي واحد بنبدا ننتقل الى المجرى الملاحي الثاني، وبالتالي بحافظ على مكانه قناه السويس كأهم مجرى ملاحي عالمي بدون توقف في اي لحظه او اي لحظات طوارئ. هسيب حضراتكم مع فيلم بنعتز بيه جدا في هيئه قناه السويس، لان الفيلم ده بيحكي من لحظه اعطاء سياده الرئيس اشاره البدء في 2014 حتى افتتاح قناه السويس الجديده في 2015. قصه كفاح شعب كان حلمه ان قناه السويس تبقى موجوده، ووجدت في اقل من سنه قدام العالم كله اللي كان بيعتقد ان احنا غير قادرين على التحقيق ده، حققناه في ايام مش في سنوات، حققناه في 354 يوم. الشعب المصري مول قناته بالكامل من اموال المصريين، ما احتجناش لحد. حضراتكم هتشوفوا الشعب المصري واقف طوابيره قدام البنوك مش عشان ياخد فلوس، لا عشان يدي فلوس عشان مصر تبدا تنفذ قناه السويس الجديده بامكانيات المصريين، وتظل قناه السويس ان شاء الله ملك للمصريين الى ابد الدهر.